السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة للمسؤولين الخيرين، بعد ما ناشدنا الكثير صراحة وما وصلنا للنتيجة. هذا مجمع خالدون، مجمع ذوي الشهداء، من سنة 2012 بدأ العمل به، وفي سنة 2023 توقف العمل، سحبت الشركة التركية، وصارت الأحداث مع داعش. ولليوم الوضع على حاله، لا ذوي الشهداء استلموا البيوت ولا اكو بنى تحتيه، والاستلم طاب ووقع على اساس انه يكمل البيت هو على مسؤوليته وعلى حسابه الخاص، لان الشركه انسحبت والامور الموازنه وغيره وهي الامور مال الدوله اخرت العمل كله. ناشد يعني سياده رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، انضرب حال هاي العوائل، عوائل الشهداء ظالنا على امل، يعني على امل تكمل هاي البيوت وتسكن. منطقه كلش كبيره ومتروكه حساسه، يعني بنى تحتيه بدات تتهالك، كهرباء ماي مجاري تكون، هاي المنطقه ضاوي هالشكل. مجمع خالدون بالبصره، موفقين جميعا ان شاء الله.